ضمير قبل حكمة دي لوحات مرسومة. أيوة. أنا برضو اللي عاملة التترات بتاعتها لوحات مرسومة للفنانين بتتابع معين وبتكنيك معين يناسب ان دي مدرسة. أيوة. بنتكلم على نظرة ومدرسة. طب فكرتي فيها ازاي يعني لما عرض عليه كده؟ بتيجي كده يعني بعيش الحاجة، أقرأ مثلا النص واتفرج على جزء من التصوير وبعدين ألاقي نفسي يلا يا شوشو قومي اعملي كذا، أكلم مدير الإنتاج أو المخرج مثلا وأنا عاوزة كذا وكذا وكذا وهعمل. فالحمد لله يعني حققت إلى حد ما حاجات مش بطالة يعني. طيب يعني من الحاجات الجيدة اللي حضرتك أيضا بتعتزي بيها في تاريخك المهني في مجال الكرتون إيه؟ التترات، وعملت أفلام للصليب الأحمر المصري عن حقوق الإنسان في حالة الحرب بالكرتون. بالكرتون. الكرتون كمان تجريدي بمعنى؟ مش كرتون عادي يعني. الشخصيات مش البني آدم العادي، لا الكرتون الشخصية تجريدية يعني ملهاش التفاصيل بتاعة البني آدم العادي عشان متبقاش تنتمي لجنسية معينة. أي. يعني فيها بعد ان انت بتعملي يعني حاجة مش شكل معين، مش شكل ولا لون معين، لا ده مصري لا ده أوروبي. لا يعني ينطبق على الإنسان في على أي الإنسان. مكان بالضبط كده. عملت 3 أفلام للصليب الأحمر عن حقوق الإنسان في حالة الحرب، وتعرض ورش عمل في ديزني وتعرض في مهرجان هيروشيما للسلام وخدت عليه شهادة. جميل. وعملت فيلمين عن صحة الأم والطفل لليونيسيف، ده كان جميل قوي برضو، عن استعمال الأدوية المنتهية الصلاحية، وفيلم تاني عن الاستفادة من أشعة الشمس بالنسبة لصحة الطفل، ده كرتون برضو. ودول اتعرضوا في ورش عمل في ديزني وجامعة كولومبيا محتفظة بنسخ من الأفلام دي على أساس كانت معانا شريك في الورش دي واحتفظت بالأفلام اليونيسيف والصليب الأحمر. دي من الحاجات اللي أنا أعتز بيها. اشتغلت في إعلانات فترة بس إنتاج غزير يعني الحقيقة حاجة جميلة الحمد جدا لله. جدا الحمد لله. أسأل حضرتك عن يعني استخدام الذكاء الاصطناعي، هل ممكن يدخل في مجال الرسوم المتحركة؟ ده هو خلاص دخل. يعني هل ممكن يدخل بقى يعني بوجود حقيقي؟ طبعا طبعا. وده مجال اوسع له لان يعني انا ليا تجارب كده صغيره كده بقعد مع اولاد اخواتي يعلموني بقى دلوقتي هم. أيوه. اعمل لي كذا ابص الاقيه عمل لي كذا، اعمل لي كذا ابص الاقيه عمل لي كذا. لا طب الابداع الانساني بقى ما هو ده بقى سيذهب؟ ما هو ده بقى الميكنه او البرمجه، لكن التاتش البني ادم الانساني ده بقى هو اللي هم ابتدوا يحطوا لمسات فنيه في بعض الحكايات، حتى لما تلاقي في ناس تحط صورتها وتلاقيها اتغيرت ومش عارفه ايه، في لمسات فنيه، بس الخلق البشري مختلف. مختلف. الابداع البشري. الابداع البشري. انا بفتقد ده في الحاجات اللي فيها الذكاء الاصطناعي، بفتقده فعلا. هو بيعمل البرفكشن. بيعمل الحاجة كما يجب أن تكون، بس فين الروح؟ يعني قد تكون مثالية لكن ما فيهاش الروح. روح.